27 طبيبا و600 عون يتخرجون ضمن دفعات جديدة للحماية المدنية مخصصة للولايات العشر المستحدثة مؤخرا، دفعات تعكس مدى الحرص الذي توليه السلطات العليا في البلاد لترقية جنوبنا الكبير لا سيما المناطق الحدودية والاهتمام بأمن الساكنة فضلا عن ضمان سلامة الممتلكات العمومية والخاصة. حفل التخرج الذي احتضنته المدرسة الوطنية للحماية المدنية تخللته استعراضات مميزة. لقد كان تكوينا عالي المستوى مكثفا في مختلف المجالات والميادين، منها طب الإسعاف، طب الكوارث، الإنقاذ والإطفاء، وكذلك تسيير المخططات، القيادة والتنظيم. أتيحت لنا العديد من الوسائل والتقنيات الحديثة لتأدية مختلف المهام الموكلة لنا، من بينها إنقاذ المرضى وكذلك إنقاذ ضحايا الكوارث وضحايا حوادث المرور خارج المستشفيات. ووفاء لتقليد المدرسة في تكوين أعوان الحماية المدنية لدول شقيقة وصديقة، ضمت الدفعة المتخرجة عناصر من دولة فلسطين وموريتانيا وسوريا، أين مس التكوين مجالات الإسعاف والإنقاذ تحت الردوم وتسيير الكوارث. فترة التكوين اللي كانت موجودة عندنا هنا شهرين في مدرسة الحماية، في المدرسة الوطنية للحماية المدنية، فكانت على شقين، شق الإطفاء وشق الإنقاذ، وكانت المواضيع تتعلق في الإنقاذ المائي والإنقاذ تحت الردوم والإطفاء، حرائق الغابات، حرائق السفن. وإن شاء الله الخبرات هاي اللي إحنا اكتسبناها في دولتنا الأولى والثانية اللي هي الجزائر راح إحنا نرفع من مستوى الدفاع المدني الفلسطيني. On est venu ici en Algérie dans le cadre de la coopération mauritano-algérienne pour suivre une formation de sous-lieutenant. On a suivi la formation de la gestion opérationnelle de commandement. L'objectif était de nous permettre d'assurer nos futures fonctions de sous-lieutenant sur le terrain. احترافية كبيرة أضحى يتميز بها سلك الحماية المدنية الجزائري من خلال تكوينه العالي والوسائل اللوجستية والتقنية التي يتوفر عليها، احترافية برزت أكثر في الدعم الذي قدمه لبعض الدول التي عرفت كوارث طبيعية، مما عزز مكانته وأكسبه التقدير والاحترام الدولي.